شاهدوا الدجاج المصري الجميل وشكله الأليف والرائع. بسم الله ما شاء الله، يعني بصراحة حاجة تفرح وحاجة يعني في قمة الجمال وقمة الروعة منظر الدجاج المصري الرائع. بسم الله ما شاء الله، وده شكله الأليف وشكله الجميل والرائع. لا تنسى أن تشترك في هذه القناة وتضغط زر اللايك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وكل غريب. ولو عايزين أي معلومات عن الدجاج أو عن أي حاجة اكتبوا لي في التعليقات، إن شاء الله هعمل لكم فيديوهات مخصوصة عن هذا الكلام. وبس كده، وهنا طبعا تولد نهاية هذا الفيديو. ولو عايزين اي معلومات او اي فوائد عن المزارع او الدجاجة او عن الحيوانات الاليفة اكتبوا لي في التعليقات، وان شاء الله في اسرع وقت ممكن اعمل لكم فيديوهات مخصوصة. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.